ما يقارب 150 مليار دينار هي كل عملية المقسط والنقد الآن تم استرجاعها في لشبكة الحماية الاجتماعية. يعني هذا أنت تتكلم على مبالغ مهمة كانت متجاوزين على شبكة الحماية ويأخذوها. زين قل لي إذا واحد موظف ويريد يبلغ يجي يبلغ وزارة العمل وهو ما عنده يدفعهن، أنت ذكرت يقسطهن، شلون يقسطهن؟ على أي أساس؟ مثلا المطلوب هو 7 ملايين بالضبط، يقسط على 10 سنوات المبلغ، يقسط على اكو يعني اكو مثلا سنين محدده، مثلا سنتين، اكو 5 سنوات، 10 سنوات، هو يطلب بكيفه؟ لا لا، هو المواطن يجي يقول انا متجاوز على شبكه الحمايه الاجتماعيه، حتى يخلي يدخل يقول دخيل، دخيل يقول انا يعني متجاوز على الحمايه الاجتماعيه. احنا سابقا خلينا نتكلم لك بكل صراحه، الموظفين ما نتعاون وياهم، يجي تروح تجيب من كلهم، تجي اللي قرار مجلس الوزراء اللي يسمح بالتقسيط هو تقدر انت تنفذ تسترجع المبالغ كلها او تسوي عمليه تسويه او ترضيه يعني بين الطرفين. الان اللي اغلب المواطنين اكو وزارات ما تسمح له بالتقسيط، تقول له لا رجع شبكه الحمايه الاجتماعيه اللي تجاوزت عليها. اكو بعض الوزارات يعني للامانه متعاونه بهذا الملف، انه بملف مقاطعه البيانات اللي ادز له كتاب للوزاره اقول له فلان منتسب عندك او فلان موظف عندك متجاوز على الحمايه الاجتماعيه، مباشره يحال الى مجلس تحقيقي داخل وزارته ويعاقب ويطالب بعمليه استرداد المبالغ جميعها. بعض الوزارات، البعض الاخر من الوزارات ايضا لانه هو يسمح للقانون بالتقسيط يقسطوها على 10 سنوات وهو مباشره يتم استرجاعها شهريا، جزء من الراتب مالته يرجعها.